إرباك وتخيير في الموعد العودة هي عدم استجابة واتباعها لتورغ النصائح والتعليمات المتكررة مع ممثليهم في الاجتماعات الرسمية والغير رسمية والتصريحات في بعض وسائل الإعلام التي قد اتخذت ولم تعمل بعمل الجد المعروف على هذا الملف إنه شائك ومعقد. لذا يلزم اتخاذ النصائح والتعليمات المتبعة مثل الحضور ليوم الأول ولم يتم التنسيق في العدد مع اللجنة لتنفيذ بنود الاتفاق المكلفة من قبل المجلس الرئاسي للعودة التدريجية وفق خطة أمنية توضع من قبل الجهات الأمنية المكلفة. وتفاجأنا بدعوات من المجلس المحلي تورغاء إلى جميع أنحاء ليبيا ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني وأعيان ومشايخ من ليبيا للحضور في اليوم الأول بالرغم من تحديد مكان معين من الجهات المختصة علما بأن قد تم إعلام ممثلين تورغاء بالخصوص. ونحمل المسؤولية إلى المنظمات المجتمع المدني والمجلس المحلي تورغا هذا الإرباك الذي تم استغلاله لإفشال العودة لأهالي تورغا إلى ديارهم. وبعد آلية العمل فيما يخص البحث على المفقودين قد تم إعداد خطة مسبقة عن طريق الأجهزة المختصة وهي كالآتي: سيتم مسح المنطقة قبل الشروع في الأعمار وتنظيف منطقة تورغا. أما بالنسبة إلى المجموعات التي عارضت رجوع تورغا بهذه الطريقة وبعض البيانات بخصوص عودة تورغا هناك بعض المطالب المشروعة وهي مثل تضمن الاتفاق المبرم بين مصراتة وتورغا مثل الاعتراف بثورة 17 فبراير والاعتذار الرسمي من الجهات الرسمية من تورغا إلى أهالي مصراتة وهذا ما تم الاتفاق عليه من قبل المجلس البلدي مصراتة وتورغا والاستفزاز لأهالي تورغا لأهالي مصراتة عما صدر منهم في وسائل الإعلام بهجوم على ثورة 17 فبراير ونطلب بشكل رسمي ومباشر من المحلي تورغا للخروج لوسائل الإعلام لإيضاح والرد على هؤلاء.